أعلن البنك المركزي أن استضافة البرنامج التدريبي بالتعاون مع المعهد النقدي للكومسا حول تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي وأثارهما على البنوك المركزية يأتي في ضوء التوجيهات الرئاسية بدعم التعاون والتكامل المصري الإفريقي. أوضح البنك المركزي أن استضافة البرنامج التدريبي يأتي أيضا في ظل استمرار الدور الرائد للبنك المركزي في تحقيق التكامل المصرفي بين البنوك المركزية الإفريقية. شارك في البرنامج التدريبي 35 مشاركا يمثلون 9 بنوك مركزية من الدول الأعضاء بالكوميسا، فضلا عن وفد المعهد النقدي للكوميسا.